غسان غسان ومن وين غسان؟ شو هذا سامر رفيقك الأزهر عند غدير؟ نعم شو جابه هلا بعد ما صلي؟ قوم الله يرضى عليك قوم شوف شو القصة. أخي ما بدك يعني بحل لك المشكلة، أنا بحل لك المشكلة. هات نشوف شلون بدك تحل لنا المشكلة. أنا عندي خطة بتطلعك من الموضوع بتملصك ملص مثل الشعرة بالعجل. ايه والمطلوب. صباح الخير. المطلوب انه توظف غسان اسهل من شربة المي غيره وبيت تلفزيون. لك خلصنا غدير. انت مالك مقدر خطورة الموقف بالنسبة لي؟ بالتلفزيون. بالتلفزيون ماشي غيره. بدي 1,000,000 ليرة بكرة الصبح بده يكونوا بين ايدي. ماشي لعيونك بكرة الصبح بيكون عندك 1,000,000 ليرة غيره. خلاص وانا رح احملك كل القصة. شلون يعني رح تحملك كل القصة؟